الآن سأجعلكم تشاهدون مقطعاً ولكم أن تحكموا كيف هو الواقع في البصرة، في مدينة تمتلك ثروة نفطية هائلة وواحدة من أغنى محافظات العراق بشكل عام بثرواتها الطبيعية والنفط وغيره. شاهدوا هذه الفرحة لشباب حي الآثار في قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة بعد أن تم ربط محولة كهرباء لمنطقتهم بعد غياب للكهرباء لمدة 15 يوماً. تهكم الشباب من الحكومة أو على الحكومة التي جعلتهم يفرحون لمجرد تصليح المحولة وإعادتها للمنطقة بعد 15 يوماً من عطلها، وكذلك انتقدوا الحال المزري الذي وصل إليه العراق من خراب ودمار ويأس من أي عمل أو إعمار تقوم به الحكومة. فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي منطقة الزبير اسمها حي الآثار، صار لهم 15 يوم ما عندهم كهرباء بدون محاولة، فهسه جابوا محاولة وزفوها، وتعالوا خلينا نشوف وياهم. ايوه هم الكهرباء طافية. هاي الشعب العراقي فرحته محاولة، الله أكبر، والله العظيم ظلم، خرب ايش حكومة. مبروك عمي مبروك.